نبدأ من تركيا، حيث تواجه حكومة أردوغان أزمة كبيرة يبدو أنها آخذة في الاتساع. فبعد استقالة وزيري الاقتصاد ظافر كاغلايان والداخلية معمر جولر على خلفية تحقيق في فساد، أعلن وزير البيئة أيضا استقالته ودعا أردوغان للحذو حذوه. استقالات الوزراء الثلاثة جاءت في إطار تورط مسؤولين في قضية فساد تم على إثرها اعتقال 24 شخصية منذ 17 من ديسمبر الحالي في قضية وضعت الحكومة في مواجهة القضاء وهزت ثقة المستثمرين الأجانب. وقد أوضح وزير الاقتصاد أنه يغادر منصبه لكشف العملية التي وصفها بالدنيء التي تستهدف الحكومة. ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتبة الصحفية إيلين كوجامان. أهلا بك سيدة إيلين. إذن وزير البيئة أيضا يحذو حذو زملائه وزير الداخلية وأيضا الاقتصاد ويقدم استقالته ويدعو أردوغان إلى الفعل مثل هذا الأمر، هل برأيك يمكن أن يقدم على هذا، خاصة هناك حديث على أن أردوغان بعد أن يأتي من باكستان سيقوم بتغيير وزاري؟ نعم، ربما سيغير الحكومة. في الواقع ثلاثة من هؤلاء الوزراء الذين استقالوا هذا يعتبر تطور كبير ومهم، لأن بعض الدوائر في تركيا كانت تلوم الحكومة على الفساد، وبالتالي للرد على هذه الاتهامات لابد أن تتحرك هذه الحكومة وتقبل استقالة الوزراء المستقيلين هؤلاء، وبالتالي تزيح التهمة عن الحكومة بكاملها، وهذا يعتبر خطوة مهمة بالنسبة للحكومة. أما بالنسبة لما يتم الآن، هذا فعلا هو التغيير، وبالتالي سيتم تغيير الحكومة. طيب سيدة إيلين، هل هذا الموضوع يمكن أن يحتوي هذه الفضيحة اليوم في تركيا؟ في الواقع هذا رد أول، لكن رئيس الوزراء كان لديه شكوك، وبالتالي كان يريد أن يركز على إنجازاته، وقد قام بإنجازات كبيرة خلال فترة قيادته للحكومة. وبسبب بعض الشكوك وضع نفسه بهذه حالة الاستعداد. وقد كان يتم هناك ثلاث عمليات مستقلة كل منها عن الأخرى لكشف بعض دوائر أو الشبكات الإرهابية، وهذا كان بالنسبة لأردوغان خطوة مهمة. نعم، شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية إيلين كوجامان من اسطنبول.